معانا الدكتور علي محروس رئيس الاداره المركزيه للعلاج الحر والتراخيص بوزاره الصحه. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. دكتور علي، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا دكتور عمر، ازي حضرتك؟ انا شايف في يعني كتاب دوري بيتم تداوله دلوقتي، هل في اي تنظيم لموضوع الفيزيتا؟ طبعا حضرتك، احنا الكتاب الدوري ده تدعيم لدور الرقابي للوزاره على القطاع الخاص، وده المفروض ان معمول بيه من زمان، فاحنا بنعمل بنجدد او بنحدث تاني العمل بتاع العلاج الحر في تنظيم العلاقه الماليه ما بين متلقي الخدمه ومقدم الخدمه. احنا بعتنا للعيادات والمستشفيات والمراكز الطبيه ومراكز الاشعه، دول اليوم يعني لائحه ماليه او قائمه ماليه معتمده من عندنا. العيادات طبعا ده الفيزيتا بتاعت الدكتور هو اللي بيحدد سعره، فاحنا بنطلب منه ان سعر الفيزيتا يكون معلن عشان المواطن يبقى عارف هيقدر يدفع قيمه الكشف ده، يروح يكشف ويتلقى. يبقى معلن ازاي يا فندم؟ يعني يبقى معلن في العياده ان سعر الكشف 200 جنيه 100 جنيه 500 جنيه يعني لازم يبقى في يافطه متعلقه في كل عياده ان الفيزيتا كذا الكشف. وبعد ما ادفع قيمه الكشف اتلقى ايصال مادي بقيمه الكشف اللي انا دفعته. يبقى في الحاله دي المواطن عارف ان هو الكشف ده قيمته الثابته وخد حقه، والدوله تاخد حقها في الضرايب، والطبيب في نفس الوقت يبقى الموضوع موضوع ثقه بينه وبين حضرتك. بتقول لي ان النهارده المواطنين لازم ياخدوا فاتوره بالفيزيتا. مظبوط مظبوط. طب ولو اي تمرجي قال لهم مفيش فاتوره هيقولوا له ايه؟ هو حضرتك انا برضو يعني عشان نرسي قواعد الخدمه من غير ما نقول احنا بنتجنى على حد، انا حد مهله يعني مش هتتعدى ال 10 ايام ان هو يبقى عمل ايصالات او بريسيت من على الكمبيوتر بالمواطن يتلقى قيمه الخدمه. بعد كده التفتيش والمرور بيتم على العيادات، اذا ما بينفذش بنديله انذار، بعد كده بتخدم القانون واغلق له المنشاه بتاعته. طب ولكن وزاره الصحه لن تعمل اي اجراء من شانه ان هو يخفض بعض الفيزياء يعني بعض الكشوفات، لانه في ناس بتشتكي انه في كشوفات عاليه يا فندم. قيمه الفيزيتا، قيمه الفيزيتا من وجهه نظري، ما بقولش من الجاري اللي وجهه النظر يعني تستحمل الصواب والخطا، من وجهه نظري ان المريض اللي بيحدد الفيزيتا، الاطباء موجودين وبكثره، اساتذه جامعه في نفس التخصص كتير، ليه انا اروح اكشف عند واحد عارف ان سعر قيمه الكشف بتاعته 1000 جنيه وغيره بيقدم الخدمه ب 200 او ب 300 جنيه، نفس الاستاذ ونفس القيمه العلميه ونفس القيمه الخبره. ليه انا، طب انا دلوقتي دكتور بيجي له في اليوم 50 كشف، لو كشف عليهم تاكد ان هو ما بيكشفش عليهم كشف سليم، فبيضطر ان نرفع الفيزيتا بتاعته، ال 50 بيبقوا 100، يبقى انت اللي بتدفعه لكده. دكتور علي محروس بنشكرك شكرا جزيلا.